المية في USA، وأدت في النهاية إن حاجة زي الأمريكان أسوسيشن فور كلينيكال إندوكراينولوجي لما جت تحط الجايد لاين بتاعتها فبتقول لي لو الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعك أقل من 7.5، عيان لسه أول مرة تكتشفه الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه مش عالي قوي، فلو هتبتدي بمونو ثيرابي شايف ابتدي بميتفورمين، اللي بعديها جي ال بي 1 ريسبتور أجونست، اللي بعديها صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتورز. على فكرة الأرقام دي مترتبة مش هابهازارد، يعني هي مش جاية كده في الجدول، لا البرايورتي للأحسن. فبيقول لك في الناس دول ابتدي جي ال بي 1 ريسبتور أجونست، كلم مش موضوعنا، صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتور رقم 3، قبل الدي بي بي 4 انهبيتور، قبل الأكربوز، قبل السايزولدون ديود، ده سايزولدون ديود الأخضر والأصفر، يعني خاف منها. لما تيجي ايفن تديها ديوال ثيرابي ويز ميتفورمين برضك احتفظ بمكانه متقدمه جدا. This recent drug يقدر يحتل مكانه متقدمه بهذا الشكل، سواء كنا بنقول مونوثيرابي اور ديوال ثيرابي في الناس اللي فوق 7.5 واقل من 9، اور ايفن في التريبل ثيرابي، يعني انه افكتيف اند سيف. ازاي عرفنا انه افكتيف اند سيف وابتدينا نستخدمه بقلب جامد؟ دي مجموعة الستادز اللي دخلت فيه علشان الاول تقول لي ان انا effective drug. انا علشان اقول ان انا شاطر لازم اقارن نفسي بالستاندرد ثيرابيز اللي موجودة، لو لقيت نفسي زيهم it's okay، لو لقيت نفسي احسن منهم it's okay، مش okay واحدة، لو لقيت نفسي خايب عنهم يبقى ما اتكلمش واخدها من قصير. فهم قارنوه مع السيتاجليبتين وقارنوه مع الجليميبرايد ونشوف النتائج في المقارنات دي كانت ايه. هنا قارنوه في الدراسه بتاعت الضايا 3006 مع الاد اون للميتفورمين مع السيتاجليبتين، علشان بعد 52 اسبوع يعني بنتكلم في سنه نلاقي ان كان جلفلوزين بدوز 300 ملي جرام كانت عملت سيجنيفيكانت امبروفمنت للهيموجلوبين اي 1 سي يمكن احسن من السيتاجليبتين 100، وكانت النتائج بتاعت السيتاجليبتين 100 كومبارابل مع النتائج بتاعت الكان جلفلوزين 100. So it is an effective drug. We can compare it with standard DBP4 inhibitor like sitagliptin. وايفن لما بديه بلارجر دوزز اكتر من 100 اللي هي 300 ملي جرام كانت بتدي سيجنيفيكانت ريدكشن في الهيموجلوبين اي 1 سي اكتر من ساتش ستاندرد دراج اللي هو سيتاجليبتين. وده كان نفس التاثير برضك اللي حصل مع الفاستنج بلاد جلوكوز، بنتكلم ان هنا حصل 2 ملي مول ريدكشن عن الستاندرد عن البيز لاين اللي احنا مبتدئين عنه، 2 ملي مول يعني بتكلم في 36 وانا كنت مبتدي ب 168 فاستنج، مقارنة برضك بالسيتاجليبتين والجالاجلفلوزين 100 ملي جرام كان الكالاجلفلوزين 300 ملي جرام احسن واحد فيهم وسيجنيفيكانت لورنج اوف هيموجلوبين اي 1 سي ايفن مور ذان سيتاجليبتين 100 ملي جرام. نتائج بقى تانية، بقى خد نتائج تانية. ويت ريدكشن، احنا بنحلم بالويت ريدكشن على فكرة، وهتيجي الايرا الجديدة اللي جاية ان مش هنتكلم بقى ان دواء السكر ده بينزل السكر قد ايه، دواء السكر ده هو بيقلل الوزن قد ايه، وانتوا شايفين. لان الحقيقة 1 كيلو جرام ريدكشن اند 1% ريدكشن من البودي ماس اندكس كل ده ممكن يحسن الى لحد كبير جدا المورتاليتي وكارديو فاسكولار مورتاليتي اند سو اون. فتصور ان هو كان بيعمل اب تو 5 كيلو جرام ويت ريدكشن، الكانجلفلوزين 300 ملي جرام عمل اب تو 5، والحقيقه الكانجلفلوزين 100 ملي جرام عمل ويت ريدكشن اب تو 4 كيلو جرامز على نهايه ال 52 اسبوع. السيتاجليبتين عملت في حدود 1.2 كيلو جرام، والحقيقه الدي بي بي 4 انهبيتورز النهارده بتتصنف على انها ويت نيوترال المجموعه كلها. الدي بي بي 4 انهبيتور يعني كده اول ما نزلت كنا بنتكلم في انها بتعمل ويت ريدكشن، الحقيقه لا احنا بنقول عليها ويت نيوترال زيها زي الميتفورمين، وبنتشير باصابع الاتهام لمجموعه السلفونايلورين انها ممكن تزود الويت، لكن فيما يتعلق بالمجموعه بتاعت الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهبيتور بنقول بصراحه شديده جدا ان هو بيعمل سيجنيفيكانت ويت ريدكشن كومبيرد مع الجروبز الاخرى من الانتي دايابيتيك ايجنت.
تأثيره على السيستوليك بريشر، وده كان متوقع الحقيقة. يعني ده هيعمل some sort of polyuria of osmotic diuresis. أنا الجلوكوز لما ينزل والصدمة لما ينزل مش هينزلوا لوحدهم، الصدم بيموت في المية والسكر الآخر بيموت في المية. يعني دايما لما تلاقي حد منهم تلاقيه راح عمل حواليه شيل اوف ووتر. كانوا يعلمونا زمان لما نعمل سلطة، لما كنت اتغربت من السويس ورحت الزقازيق عشان أدرس طب، الحاجة الله يمسيها بالخير كانت تقول لي ما تحطش الملح على السلطة عشان ما تتبلش منك. لحد ما درست في الفسيولوجي ان الملح لو اتحط على السلطة هيمتص المية اللي في السلطة فالسلطة تتبل. الملح لازم يدق بمية، فأنا هنزل ملح كتير في اليورين وهنزل جلوكوز كتير في اليورين نازلين بالمية بتاعتهم. some sort of natriuresis and glucosuria دول لازم يعملوا diuresis. فتوقع ان لازم some sort of reduction of blood volume يؤدي الى reduction في systolic blood pressure. ويمكن ده اللي يفسر هو ليه ده احد الادوية القليلة قوي اللي اثبت superiority في cardiac safety. احنا في السيفت احنا كان عندنا مشكلة في ان كل الانتي دايابيتيك ايجنت اقول لك ها عملية في cardiovascular outcome تقول لي نون انفيريور. يعني ايه تقول لي يعني ما عملش زي البلاسيبو زي لحد ما يمكن ما اليوكي بي دي اس كانت اتكلمت في مجموعه صغيره في الميتفورمين وقالت انها بتحسن الكارديو فاسكولار مورتاليتي. هنا المجموعه دي قالت انها بتحسن الكارديو فاسكولار مورتاليتي، ده ممكن يكون احد الاكسبلينيشن انها بتقلل السيستوليك بريشر. ده ايفن كمان بتقلل الدايستوليك بريشر، يمكن هو مش جايبينها، لا بتقلل الدايستوليك بريشر اهو، سواء كان الكانا 100 اند كانا 300 ممكن يعملوا دايستوليك بلاد بريشر ريدكشن 2 ملم ميركري اند سو، مقارنه برضك بالسيتا جليبتين اللي تقريبا ما عملش اي افكت على. طبعا الدايستوليك بريشر يعني انا بتكلم في الاستيستي اوف ارتيريال وول وده قصه ثانيه، انما القصه بتاعت السيستوليك بريشر مرتبطه بالدايوريسز اللي بيحصل معاها. يبقى لما جينا نتكلم عن كان جلوفلوزين مقارنه بالسيتاجليبتين لقيناه از افكتيف از اند ميبي مور افكتيف عند كان جلوفلوزين 300 ملغ، لقيناه بيعمل ويت ريدكشن، لقيناه بيحسن السيستوليك بريشر، لقيناه بيعمل برضك تحسن في الدايستوليك بريشر، والويت ريدكشن بتاعه الحقيقه كان سيجنيفيكانت برضك. ستيل التحدي قائم والتشالنج قائم. قالوا طب نقارن كان جلوفلوزين بالفتوه بتاع السكر جليمي برايد، تيز ستاندرد دراج جليمي برايد، ستاندرد سلفونايل وريا، واحد قوي جدا سلفونايل وريا، مجموعه سلفونايل وريا ما حدش بيتكلم انها ذا موست افكتيف فيما يتعلق بالاورال هايبوجلايسيميك ايجن. انت بتتكلم في هيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن ممكن يوصل ل 2 و2 ونص. فاي دواء علشان ياخد المصداقيه بتاعته بيقارن نفسه بالجليمي برايد. تعال نشوف لما قارن نفسه بالجليمي برايد طلع برضك ان في نهايه سنتين من الاستادي كان الجلفلو كان جلفلوزين 300 يعني عمل هيموجلوبين اي 1 سي حوالي 7 من 10% مقارنه بالجليمي برايد كان عامل 6 من 10% مقارنه بالستا جليبت اللي فوق اللي هو الجليمي برايد. الجليمي برايد هو كان اقلهم طبقا لهذه الاستادي طبقا لهذه المرحله. كان الجليمي برايد بعد ما عملوا له تايتريشن في نهايه سنتين قالوا ان الجليمي برايد عمل ريدكشن، بس خلي بالك ما تقلقش من كلمه 4 من 10% تقول 4 وانت لسه بتقول لي 2. البيز بتاع الناس دول كان هيموجلوبين اي 1 سي 7.8 من 10، فلما يكون واحد 7.8 من 10 وتعمل له ريدكشن نص او تعمل له ريدكشن 4 من 10 يعني انت بتقربه من التارجت الى حد كبير. فلكن الحقيقه كان جلوفلوزين كانت عامله سيجنيفيكانت ريدكشن في الفيز ده هي، وقالت لي ان هي ممكن مور افكتيف ريجاردنج هيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن حتى مقارنه بالجليمي برايد، وده كان كمان غير مصحوب بزياده في الهايبوجلايسيميا ريت. كل السلفونايل وريا بتعمل هايبوجلايسيميا، ده جزء من تركيبتها جزء من شغلها. الجليمي برايد على فكره واحد من اقل السلفونايل وريا اللي بتعمل هايبوجلايسيميا. فتصور بقى لما ادي كان جلوفلوزين 100 وادي كان جلوفلوزين 300 والاقي الريت اوف هايبوجلايسيميا بتاعتهم مقارنه بالهايبوجلايسيميا بتاعت الجليمي برايد قد ايه؟ سو ماتش ليس. يبقى حتى مع الجليمي برايد كانت كان جلوفلوزين 300 بيدي مور افكت لما بتديه مع الميتفورمين، وكان بيعمل ليس هايبوجلايسيميا. وطبعا الويت ريدكشن قد ايه الامر واضح جدا ان كان جلوفلوزين 100 وكان جلوفلوزين 300 عملوا سيجنيفيكانت ويت ريدكشن مقارنه باللي حصل مع الجليمي برايد. ده ما يتعلق بالسيستوليك بريشر، مش متوقع على الاطلاق ان السلفونايل وريا تعمل حاجه في السيستوليك بريشر، فعشان كده هنا المقارنه ظالمه. الحاجه اللي هتعمل سام سورت اوف ناتريوريزيس اند جلوكوزوريا
وتؤدي الى سام سورت اوف بلاد فوليوم ديكريز. لازم تقلل السيستوليك بريشر، وده واضح قوي ان هي عامله سيجنيفيكانت سيستوليك بريشر كومبيرد مع الاخرين. ده ما يتعلق الميتفورمين مع الكالجلوفلوزين. هنا التغيرات اللي حصلت في الاتش دي ال، هنا طبعا احنا دي حاجه بنعملها كده علشان نقول لك طبعا اللي هيزود الاتش دي ال فيري افكتيف، حلو جميل، احنا عايزين الاتش دي ال يزيد، فهو فعلا زود الاتش دي ال. لكن عشان ما ابقاش خبيت عليكم حاجه، شايف الكانك لوفلوزين مزود الاتش دي ال قد ايه مقارنه بالسلفونيلوريا، لكن عشان ما اخبيش عليكم حاجه برضك زي ما بيزود الاتش دي ال بيزود ال دي ال. القصه دي اللي عايز يسال فيها بعد كده يبقى يسال، لكن هو بيزود الاثنين اتش دي ال اند ال دي ال. الحقيقه استخدام هذا المولكيول اللي هو عائله الكانجلوفلوزين بتؤدي الى حاجات كتير جدا ممكن تساعد على تحسين الكارديو فاسكولار اوت كام. بتؤدي الى ان هي بتعمل ريدكشن للبلاد بريشر، بتعمل ريدكشن للسمباثيتك نيرفس سيستم اكتيفيتي، وده بالتالي ولذلك غير مصحوب بزياده في الهارت ريت، ودي مهمه جدا وعلم عليها. بتعمل ويت ريدكشن، بتقلل الاوكسيديتيف ستريسز، وتقليل الاوكسيديتيف ستريس الحقيقه مش ميزه له لوحده، ده ميزه لاي دواء يقلل البلاد جلوكوز، لان الجلوكوز لوحده هو اللي بيزود الاوكسيديتيف ستريسز، والفري فاتي اسيد بيزود الاوكسيديتيف ستريسز. النقطه اللي قلت لك عليها زي ما بيزود الاتش دي ال اولسو بيزود ال دي ال، لكن في سيجنيفيكانت ريدكشن في الترايجلسرايد. كل الحاجات دي طبعا بيقلل الانسولين سكريشن، وده برضو مهم. كل الحاجات دي موديفايبل ريسك فاكتورز، لما بنحصل عليها مع المولكيول بتاع الجلوكوفلوزين بنحصل على بيتر اوت كام في الكارديو فاسكولار اوت كام. الحقيقه علشان كده هم بيخشوا في تشالنج مع نفسهم علشان يشوفوا الكارديو فاسكولار اوت كام باستخدام الكانجلوفلوزين في هاي ريسك بيشنت، يعني عيانين اوريدي عندهم مشاكل في قلبهم او ات هاي ريسك تو ديفلوب مشاكل او بروبلمز في الهارت، وعاملين الكانفاس ستادي، ودي هتعلن سنه 2017، وفي ستادي ثانيه معموله علشان الرينال اوت كام، ودي هتعلن سنه 2019. وده الحقيقه طلعت ستادي اوريدي الامباجلوفلوزين الامباريج ستادي، ودي برضك بنت عمهم ولا ابن عمهم، وده طلع نتائج لم تحدث في تاريخ السكر قبل كده. الامباجلوفلوزين طلعت نتائج هائله. اللي عرض النتائج دي كان بروفيسور جون محمد لاشين. لقيت عمال اقراه لقيت مش هيطلع غير جون محمد لاشين. وهو كده اسمه كده. فده راجل بتاع احصاء. فعرض نتائج للسنه، النتائج كانت مبهره. هنشوف النتائج المبهره ده هي. سيبك من الديزاين ستادي بتاعتنا، لكن احنا عندنا كانت 3 بوينت عندها اللي هي البرايمري اند بوينت. البرايمري اند بوينت اللي عندي كان الفيرست اوكرنس اوف كارديو فاسكولار ديسيز نون فيتال مايوكاردر انفاركشن اند نون فيتال ستروكس. وبعدين في برضك سكندري اند بوينت اضاف للثلاثه دول حاجه كمان اللي هي هوسبيتاليزيشن فور انستيبل انجينا. لما عمل الشغل ده على فكره الاستادي دي الديزاين بتاعها مش ان انا بعملها لمده 4 سنين او 5 سنين واشوف الايفنت واقول انا لما استخدمت الدواء ده لمده 4 سنين حصل ايفنتات قد ايه، لا لا لا، ده بيعمل استادي وبعد مثلا يدخل 7000 واحد يقول انا هنهي الاستادي لما يحصل 600 ميجور او 600 برايمري اند بوينت من دول، هنهي الاستادي واعمل الاناليسيس بعد كده. فهو كانت الاند بوينت عنده انه يوصل لرقم 691 ايفنت، سواء كانت ستروكس او انفاركشن او ديسيز او هوسبيتاليزيشن فور هارت فيلر. ده برضك تشالنج تاني عشان هيشوف هيوصل الرقم ده اللي يقول الدواء بتاعي وحش امتى. ده يمكن احسن من هو بيحدد مده طبعا. نعمل تشالنجز، شوف الراجل ده في الاخر طلع الارقام دي، السمري بتاع الاستادي، الريدكشن للثلاثة بوينت على بعض، كارديو فاسكولار ديسيز، نون فيتال ستروك، نون فيتال انفاركشن، سيجنيفيكانت ريدكشن عن الارم اللي ما كانش بياخد الامبا 14%، وده ابن عم الكانه نفس العيله. بيحصل ريدكشن في الهوسبيتاليزيشن بسبب الهارت فيلير مقداره 35%. يعني ايه هوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير؟ كلمه هوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير معناه ان الدواء ده ما بيعملش هارت فيلير. لا لا، مش معناه كده ابدا. انما معناه ان الدواء ده ممكن يزود الهارت فيلير. فيجي لك العيان عنده هارت فيلر جريد 2 او جريد 3 تلاقيه مره واحده دخل فوق قرصتنا ومش عارف ينام، بقى هارت فيلر جريد 4 هتوديه على المستشفى بيخف ويرجع، ما زودش المورتالتي هنا اهو. لا، ده حتى دي حصل لها ريدكشن. يعني الناس اللي ما بياخدوش الامبريج ودايابيتك وكان هارت فيلر جريد 2 اثناء فتره الاستادي كان في عدد منهم راح المستشفيات نتيجه لزياده الهارت فيلر، لقينا الارم اللي بياخد الامبريج
كان اقل بمقدار 35%. ريدكشن في الكارديو فاسكولار ديسيز يا راجل 38%. امبروفد سيرفايفل 32%. هذا لم يتحقق مع اي انتي دايابيتك درج على الاطلاق من يوم ما عرفناك يا سكر. ما حصلش هذا الامر الا مع هذا الملوكيول مش الكانا، مع الامبا اللي هو ابن عم الكانا. متوقعين ان الكانا جلفوزين تطلع نتائج بهذا الشكل. الحقيقه ده السمري بتاعنا كله، يعني ده سمري كل البرزنتيشن اللي قلناها. ان بيشتغل بانسولين اندبندنت مانر، دي مفيده جدا مهما كانت حاله البنكرياس بتاعك. ممكن العيان ياخده It is early stage of diabetes, late stage of diabetes. عيان بياخد exogenous insulin هيقدر يستخدم الدواء ده. هو بيريديوس الجلوكوز ري ابزوربشن وبيزود الانكريز وبيزود الجلوكوز رينال اكسكريشن. اتس اوكي. السيجنيفيكانت ريدكشن في الهيموجلوبين اي 1 سي، السيجنيفيكانت ريدكشن في الهيموجلوبين اور سي مقارنه مع ال 300 ملي جرام لو قارنته مع السيتاجليبتين او قارنته مع الجليمي برايد. الاديشنال بينفيت اللي عندي هي هتبقى الويت لوس والبلاد بريشر ريدكشن، سيستوليك بلاد بريشر ريدكشن سبيشالي. بنستخدمه في وايد رينج اوف بيشنت، ايفن جربوه في عيانين فوق 75 سنه، ايفن ناس عندهم مودريت مايل تو مودريت رينال امبيرمنت وجلوميرال فلتريشن ريت ما بين 45 ل 60. السيفتي لو ريسك اوف هايبوجلايسيميا، شور لو ريسك اوف هايبوجلايسيميا. اند المين سايد افكت اللي موجوده اللي هي اليورينال تراكت انفكشن والفانجل انفكشن والبليوريا كلها كان بي مانجد.